وفي حديثه عن قرية بئر العبد قال الرئيس إن هناك مخططا لتحويلها إلى مدينة سكنية متكاملة خلال عامين بتكلفة 100 مليار جنيه. فأنا بس عايز أقول لكم نفس الكلام لمدينة شارع بورسعيد ومدينة بئر العبد الجديدة. لا مدينة بئر العبد الجديدة لا، أنا بتكلم على تخطيط عمراني متكامل هيكلف 100 مليار جنيه، 100 مليار جنيه خلال الاثنين ثلاثة سنة جايين، وهنشوف هنعمرها ولا هنعمرها.